مش مشاية. بس البسبوسة بقى اللي عمالين يبعتوا لي يقولوا لي يا غالية البسبوسة بتنشف. البسبوسة عشان ما تنشفش لازم العسل بتاع البسبوسة يبقى خفيف، يعني لو حطينا كوبايتين سكر نحط قدهم كوبايتين مية يغلوا، وليمونة يغلوا غلوتين ونطفي، يبقى عامل كده زي ايه، زي المية مسكر بس على تقيل حبة، ما بقاش زي العسل بتاع الكنافة والحاجات دي. ده أول حاجة. وبعدين لما تيجي تتسقي الشربات سخن، البسبوسة سخنة، الاتنين يبقوا سخنين. وبعد كده نروح مثلا وهو يبقى الفرن خلاص احنا طفينا، بس الفرن دافي، سقيناها بالاتنين سخنين، العسل سخن والبسبوسه سخنه، نروح طافيين الفرن ومغطيينها بغطا حله او ورق الومنيوم ومدخلينها تاني الفرن وهو مطفي. البخار هيحن عليها ويخليها طريه، مش هتنشف ابدا، لان لو سقيناها وسبناها كده الحروف بتاعتها هتنشف وتقدد. ده تاني حاجه. تالت حاجه بقى العجنه. العجنه بتاعت البسبوسه، البسبوسه اسمها بسبوسه، ما بتحبش العجن، فنعجن السوائل لوحدها ونضيفها على الدقيق ونقلبها تقلبتين، لان لو قلبناها كتير هتعيش، هتقلب يا اما كيكه يا اما زي العيش الشمسي، ومش هتشرب العسل. بس لو وفروا في البسبوسه دول كلهم هتطلع زي الفل. والف بوسه لكل حبايبنا بسبوسه.